أطلق منتدى مصر للإعلام فعاليات نسخته الثانية وذلك على مدار يومين في القاهرة تحت عنوان عالم بلا إعلام يشارك في المنتدى أكثر من ألفي صحفي وأعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين تحت عنوان عالم بلا إعلام انطلقت النسخة الثانية لمنتدى مصر للإعلام بمشاركة أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم ونظم المنتدى جلسته الافتتاحية بعنوان تحت القصف الإعلام وسؤال المهنية تحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلامية النسخة مهمة جدا لأن في إعلاميين من مختلف دول العالم والحقيقة الندوة كانت بتناقش فكرة الحياد الإعلامي والموضوعية والمهنية أنا عايز أقول إن هذه القضية ما فيهاش حياد نحن منحازون من الألف إلى الياء للشعب الفلسطيني لأن تضحيات الشعب الفلسطيني النساء والأطفال والظروف المأساوية اللي بيعيش فيها الشعب الفلسطيني ما فيهاش حياه موضوع التنميه او تطوير العمل الاعلامي او ضمان استدامته هو اعتقد انه جزء من اهتمامات هذا المنتدى لكن الموضوع الاخر هو موضوع سعاده الثقه بمعنى انه بعض وسائل الاعلام او معظم وسائل الاعلام للاسف الشديد فقدت الثقه نتيجه لتغطيات ظهرت منحازه وغير موضوعيه للحرب في غزه وقبلها الحرب في بين روسيا النسخه الثانيه تناقش من خلال نحو 84 فعاليه التحديات التي تواجه العمل الصحفي واحدث التقنيات المستخدمه في غرف الاخبار عبر مجموعه من الجلسات والنقاشات المعمقه التي تشتبك مع عده قضايا مهمه بالاضافه الى عقد مجموعه من ورش العمل التقنيه تستهدف صقل مهارات الصحفيين وامدادهم باحدث المعارف المهنيه انا بشوف الاعلام المصري سواء المصري او الاعلام العربي الحوار كان ثري جدا جلسه رائعه اكثر من رائعه فيها تنوع كبير جدا للاراء للافكار فرصه مفيده جدا جدا للشباب والجيل الصاعد انه يرى وجهات النظر المختلفه ويرى خبرات لجيل من مسؤولين عن وسائل اعلام سواء عربيه او اقليميه اعطوا الاعلام العربي حقه دعموه ساعدوه خلي يثبت وجوده انه هو اهم من الاعلام الغربي ونحن اهم من الاعلام الغربي اذا اعطي لنا الثقه الشعبيه في هذا الموضوع وساعتها ببطل الاعلام الغربي يكون هو المرجع الاول والاخير لنقل الاحداث والحقائق كما تنقل منتدى مصر للإعلام يهدف إلى خلق نقطة التقاء سنوية بين الإعلام المصري والعربي ونظرائهما من مختلف أنحاء العالم، كما يسعى لدعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته، وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.